qu'on passe à la partie grammaire, نتقلوا القسم التراكيب. La deuxième question. السؤال رقم 12. Souligne le complément circonstanciel de lieu de CCL et entoure le complément circonstanciel de manière le CCM dans la phrase suivante. إذا نطلبوا منا في القسم ديال التراكيب السؤال رقم 12 باش نسطرو على المفعول به ظرف مكان دو سي سي ال وباش نوضعوا واحد الاطار على المفعول به ظرف المعنى لو سي سي ام في الجمله التاليه. اذا نقراو المثال اللي عطاونا. سمير رمي دوسمون سا طابلات دون سون كارطابل. اذا سمير تعاود يرجع ببطء بهدوء الجهاز اللوحي ديالو ولا الطابلات ديالو في المحفظه ديالو. اذا اللي مطلوب منا هنا هو نحدو المفعول به ظرف مكان لو سي سي ال ونسطرو عليه ونحدو كذلك مفعول به ظرف المعنى لو سي سي ام ونوضعو عليه واحد الاطار. Donc la réponse de la douzième question de la partie grammaire, جواب السؤال رقم 12 من قسم التراكيب. Souligne le complément circonstanciel de lieu, le CCL, et entoure le complément circonstanciel de manière, le CCM, dans la phrase suivante. إذا نطلبوا منا السؤال رقم 12 من قسم التراكيب باش نوضعوا سطر نسطروا على المفعول به ظرف مكان لو سي سي ال وباش نوضعوا اطار على المفعول به ظرف معنى لو سي سي ام في الجمله التاليه. اذا اول حاجه فخاصنا نميزو بين لو سي سي ال لو كومبليمون سيركونتونسييل دو ليو مفعول به ظرف مكان وبين لو سي سي ام لو كومبليمون سيركونتونسييل دو مانيير مفعول به ظرف معنى. اذا كيفاش الطريقه باش نميزو بيناتهم؟ ف ضروري خصنا نطرحوا السؤال. دونك بالنسبه لل سي سي ال اون لوتيليز بور ريبوندر او كيستيون او بيان ا كيل اندرو. اذا فبالنسبه لل سي سي ال لو كومبليمون سيركونتونسييل دو ليو مفعول به ظرف مكان فشنو تنستعملوا؟ تنستعملوا الجواب او السؤال الجواب على السؤال او اين او لا ا كيل اندرو في اي مكان. اذا ديما تنطرحوا السؤال بأين أو لا أكل أندروا في أي مكان. هنا تتعلق الأمر بـ أن سي سي إل كومبليمون سيركونتونسييل دو ليو مفعول به ظرف مكان. أما بالنسبة لو سي سي إم أون لوتيليز بور ريبوندر أو كيستيون كومون أو بيان دو كيل فاسون. إذا بالنسبة لو سي سي إم لو كومبليمون سيركونتونسييل دو مانيير مفعول به ظرف معنى فشنو تنستعملو؟ تنستعملو الجواب على السؤال كومون كيف او لا دو كيل فاسون باي طريقه. اذا هذا هو التمييز بين لو سي سي ال مفعول به ظرف مكان وبين لو سي سي ام مفعول به ظرف معنى. اذا فبالنسبه لو سي سي ال كومبليمون سيركونتونسييل دو ليو مفعول به ظرف مكان فسنستعملو او اين او لا اكل اندرو في اي مكان. اما بالنسبه لو سي سي ام لو كومبليمون سيركونتونسييل دو مانيير مفعول به ظرف معنى فتنستعملو كومون كيف او لا دو كيل فاسون باي طريقه. اذا في المثال اللي عطاونا هنا عطاونا سمير رومي دوسمون سا طابلات دون سون كارطابل. إذن فسامير فرجع عاد بهدوء أو ببطء الجهاز اللوحي ديالو في المحفظة ديالو. إذن حنا شنو قلنا؟ فلا بغينا نعرفو لو سي سي إل فتنطرحو السؤال بأو أين أو لا أكيل أندروا في أي مكان. أما بالنسبة
le CCM, le complément circonstanciel de manière, مفعول به ظرف معنى. فسنطرح السؤال comment, كيف, أو لا, de quelle façon, بأي طريقة. إذن هنا عندنا سمير remet doucement sa tablette dans son cartable. سمير عاد بهدوء أو ببطء الجهاز اللوحي ديالو في المحفظة ديالو. إذن هنا فغادي نطرحوا السؤال باش نطرحوا السؤال comment Samir a remis sa tablette. إذن كيفاش طريقة اللي رجع بها سمير الجهاز اللوحي ديالو. إذن غادي نجاوبوا غنقولوا سمير غومي دوسمون. إذن فسمير فهو رجع ببطء أو بهدوء دوسمون. إذن دونك دوسمون ببطء. فهنا تيتعلق الأمر بأن سي سي إم كومبليمون سيركونتونسيال دو مانيير مفعول به ظرف معنى. إذن هما شنو طلبوا منا؟ طلبوا منا باش نأطرو لو سي سي إم. إذن نوضعو إطار على لو سي سي إم اللي هو لو كومبليمون سيركونتونسيال دو مانيير مفعول به ظرف معنى. إذن نوضعو إطار على دو سومون اللي هو c'est un complément circonstanciel de manière مفعول به ظرف معنى. ثم نكمل الجملة سمير remet doucement sa tablette dans son cartable. إذن فسمير فهو رجع ببطء بهدوء الجهاز اللوحي ديالو في المحفظة ديالو. إذن هنا عندنا un complément circonstanciel de lieu اللي هو مفعول به ظرف مكان اللي هو dans son cartable. إذن باش نعرفو غادي نطرحو عاوتاني السؤال à quel endroit Samir a remis sa tablette. إذن في أي مكان سمير أرجع أو أعاد الجهاز اللوحي ديالو. غادي نجاوبو la réponse Samir remet doucement sa tablette dans son cartable. إذن فين رجع الجهاز اللوحي ديالو لا تابلت ديالو فرجعها المحفظة ديالو هي dans son cartable. إذن dans son cartable هنا الأمر تتعلق بأن complément circonstanciel de lieu مفعول به ظرف مكان. مش نطلبو منا نطلبو منا باش نسطرو على le complément circonstanciel de lieu مفعول به ظرف مكان. غادي نوضعو عليه سطر. إذن dans son cartable في محفظته غادي نوضعو عليها سطر اللي هي لو سي سي ال كومبليمون سيركونتونسييل دو ليو مفعول به ظرف مكان. دونك اون باس ا لا 13 كيسيون. ننتقلو للسؤال رقم 13 Réécris chaque phrase en remplaçant le complément d'objet souligné par le pronom qui convient. إذن طلبوا منا في السؤال رقم 13 باش نعاودوا كتابة الجمل باستبدال المفعول به المكمل المسطر عليه بالضمير المناسب. إذن فطلبوا منا باش نعاودوا نكتبوا هاد الجمل ونستبدلوا هاد المفعول به المكمل اللي سنعرفو بأن سيتا عندنا ان كومبليمون دوبجي ديريكت مفعول به مكمل مباشر وعندنا كذلك ان كومبليمون دوبجي انديريكت مفعول به مكمل غير مباشر. اللي مطلوب منا هو نستبدلو هذا المفعول به هذا بالضمير المناسب. اذا عندنا الجمله الاولى المثال الاول نو ديزانستالون سو بروغرام. إذن نحن سنحذف سنقوم بحذف هذا البرنامج. إذن نو ديزانستالون سو بروغرام. إذن غادي نحذفو هذا البرنامج. ثم المثال الثاني جو بارل ا مي زامي دان نوفو لوجيسيل. إذن انا اتكلم مع اصدقائي على البرنامج الجديد. إذن فمطلوب منا في هاد الجمل نستبدلو هاد لو كومبليمون دوبجي
المفعول به المكمل بالضمير المناسب. Donc la réponse de la 13e question, جواب السؤال رقم 13, réécris chaque phrase en remplaçant le complément d'objet souligné par le pronom qui convient. إذن أعيد كتابة كل جملة باستبدال المفعول به المكمل المسطر عليه بالضمير المناسب. إذن أول حاجة فعلنا جوج ديال الأصناف ديال لو كومبليمون دوبجي، جوج ديال الأصناف ديال المفعول به المكمل. فعندنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت مفعول به مكمل مباشر، وعندنا الصنف الثاني اللي هو لو كومبليمون دوبجي انديريكت مفعول به مكمل غير مباشر. اذا بالنسبه لو كومبليمون دوبجي ديريكت المفعول به المكمل المباشر، فتيكون عندنا فيه ان جروب نومينال اللي هو فيه لو كومبليمون دوبجي ديريكت. اذا تيكون عندنا فيه مجموعه اسميه اللي تيكون فيها مفعول به مباشر، وتنستبدلوها باش بلي برونو بالضمائر اللي هما لو ولا او لي. اما بالنسبه لو كومبليمون دوبجي انديريكت مفعول به مكمل غير مباشر، فباش تنستبدلوه تنستبدلوه بلو غروب نومينال المجموعه الاسميه اللي فيها لو سي او اي اللي هو لو كومبليمون دوبجي انديريكت مفعول به غير مباشر، وباش تنستبدلوها بلي برونو بالضمائر اللي هما لوي لور اون اي ايغريك اي. اذا فبالنسبه للمثال اللي عندنا في الجمله الاولى، عندنا نو ديزانستالون سو بروغرام، اذا نحن سنحذف سنقوم بحذف هذا البرنامج. اذا هنا فلو غروب نومينال اللي عندنا كومبليمون دوبجي فهو كومبليمون دوبجي ديريكت اللي هو سو بروغرام هذا البرنامج. اذا تابعا لذلك فغادي نستبدلوها بان برونو دوبجي اللي هو ديريكت اللي هو لو، غنستبدلوها بضمير اللي هو مباشر اللي هو لو، غادي نقولو نو لو ديزانستالون، نحن سنقوم بحذفه، إذا نحن سنحذفه. ثم الجملة الثانية، المثال الثاني، جو بارل أمي زامي دان نوفو لوجيسيال، إذا أنا أتكلم مع أصدقائي على البرنامج الجديد. إذا هنا عندنا لو كومبليمون دوبجي اللي مسطرين عليه اللي هو أمي زامي، إلى أصدقائي. إذا هنا فعندنا أن كومبليمون دوبجي انديريكت، إذا فهذا سي أن جي أن غروب نومينال اللي هي تتمثل لنا أن كومبليمون دوبجي انديريكت لو سي أو إي. إذا هنا غادي نستبدلوها ب لو برونون اللي هو انديريكت اللي هو لور افيك ال أو أو أر، إذا جو لور بارل d'un nouveau logiciel. إذن أنا سأتكلم معهم على البرنامج الجديد. Donc on passe à la 14e question. نتقل للسؤال رقم 14. Transforme la phrase suivante à la forme interrogative. إذن طلبوا من نفس السؤال رقم 14 باش نغيرو نحولو الجملة التالية إلى الصيغة ديال الاستفهام الانتيغوغاتيف، إذا الصيغة ديال الاستفهام. إذا عندنا المثال اللي عطاونا، إلي ديفيسيل دو سو باسي دو لورديناتور، إذا إنه من الصعب الاستغناء على الحاسوب. إذا مطلوب منا هاد الجملة، هادي سيت اون فراز افيرماتيف، جملة إقرارية، مطلوب منا نغيروها نحولوها إلى جملة استفهامية لا فورم انتيروغاتيف. دونك لا ريبونس دو لا 14e كيستيون، جواب السؤال رقم 14، ترانسفورم لا فراز سويفونت ا لا فورم انتيروغاتيف، إذا غادي نستبدلو نغيرو نحولو الجملة التالية إلى صيغة الاستفهام.
عندنا المثال اللي عطاونا il est difficile de se passer de l'ordinateur. إذن هو من الصعب الاستغناء عن الحاسوب. إذن كقاعدة بالنسبة لفورم انتروغاتيف الجملة الاستفهامية، فدائما تنوضع الفعل تنوضع قبل من الفاعل. إذن دائما on place le sujet après le verbe. إذن دائما تكون عندنا الفاعل من بعد الفعل، هذه كقاعدة. ثم كقاعدة ثانية فسنوضع on lit le pronom sujet au verbe par un trait d'union. إذن فسنوضع دائما الضمير ديال الفاعل الضمير الشخصي فسنوضع مع الفعل سنوضع واحد العريضة un trait. إذن هذه القاعدة بالنسبة للجملة الاستفهامية la forme interrogative صيغة الاستفهامية. إذن هما عطاونا il est difficile de se passer de l'ordinateur، من الصعب إنه من الصعب الاستغناء عن الحاسوب. هنا غادي نحولوا هذه الجملة إلى صيغة الاستفهام la forme interrogative. غادي تعطينا est-il difficile de se passer de l'ordinateur، واش من الصعب هل هو من الصعب الاستغناء عن الحاسوب. اذا لاحظنا فعندنا الفاعل لو سوجي فهو ابري لو فيرب، فهو من بعد الفعل. اذا عندنا ايتيل. ثم القاعده الثانيه اللي طبقناها هي درنا العريضه لو تيغي لو تري بين لو فيرب وبين لو برونون سوجي، بين الضمير وبين الفعل. Donc, on a répondu « Est-il difficile de se passer de l'ordinateur ?» هل هو من الصعب الاستغناء عن الحاسوب ؟